عندنا سؤال يقول كابتن، ليش قاعد نشوف هالايام الناس الشباب ما عندهم قوه، مع انهم وايد يروحون انديه وكل شيء، ولكن قوتهم مو مثل قبل، ليش؟ شوف، لان اول شيء اعتمدوا على المكملات الغذائيه هذه الجاربيج كلها، وما اعتمدوا على التغذيه الصحيحه، يعني حسبان خلاص المكملات هي فيها كل شيء، هي ما فيها شيء. زين، هذه نقطه. النقطه الثانيه، ما قاموا يلعبون تمارين اللي هي مركبه مثل ديد ليفت والسكوات، خاصه ديب سكوات، ما قاموا يهتمون بالامور، يهتمون باي تراي، امور الازاليه الانفراديه، يركزون عليها اكثر شيء. الشيء الثالث المهم، ما ياكلون الدهون، الدهون مشبعه، ها الكتل الدهن هذه بالشفل ولا موجود باللحم، ما ياكلونه. هذه فيها قوة، هذه اللي تفرز هرمون التسترون، هرمون النمو حقك، هذا تبصير قوي، اكل هذا. فوخذنا عن هذه الأمور، صارت النتيجة أن صرنا ضعاف.